اسمح لي أني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم إلى دولة الإمارات العربية رئيساً وحكومة وشعباً وجيشاً، ونهنيهم بمناسبة الذكرى 50 لاحتفالات دولة الإمارات. حقيقة هذه الندوة من يعني الاستراتيجيات والأهداف التي يضعها الاتحاد العربي للارتقاء بمنتسبيها بمستوى اللياقة البدنية والاطلاع على أحدث الدراسات العلمية بتطوير اللياقة البدنية. وأيضا لازم نوضح بأنه اللياقة البدنية والرياضة هي من مرتكزات العملية التدريبية لكي نستطيع الوصول بالجندي إلى مستوى عالي من الاحتراف والجاهزية القتالية. لابد أنه يتمتع بمستوى عالي من اللياقة البدنية، ومردودها أيضا لا شك على الجانب الصحي والمعنوي، وزي ما بيحكوا العقل السليم في الجسم السليم. استضافة هذه الندوة بالإمارات وللمرة الثالثة له معاني كثيرة، يدل على مدى اهتمام القيادات العسكرية بدولة الإمارات بجانب الرياضي بشكل عام، وبتطوير مستوى المشاركين من الدول العربية. نتمنى إن شاء الله أنه تكون مخرجات الدورة تعم بالفائدة على جميع المشاركين ونقل هذه الخبرات لدولهم، وفي أهداف أسمى من أي تجمع بين الأخوة العرب، كما هو في شعار الاتحاد العربي الأخوة عبر الرياضة. اليوم إحنا نتبادل الخبرات، نتشارك، نتعاون، نهدف إلى السمو، وإن شاء الله بنتمنى التوفيق للجميع. بارك الله فيكم، شكرا لحضوركم معنا اليوم ولمتابعتكم لنشاطات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.